السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا. أنا وسهلا بكم في الحقيقة مع سيف. تحياتي للجميع وتحية لكل إخواتي، عشان إحنا هنا بنقول الحقيقة المطلقة، وإن الحقيقة اللي بنقولها بدون تجميل. فالنهاردة ليك عندي مفاجأتين. المفاجأة الأولى اللي إحنا جايبين لك الصورة الحقيقية للشخص اللي عمل فيلم الماعز، وفي نفس الوقت جايب لك القصة الحقيقية بدون زيف، وان القصة دي اللي انت هتسمعها وهتشوفها قصة اتقالت من 3 سنين على احدى القنوات، ولكن القصة الحقيقية متغيرة تماما ومختلفة تماما عن قصة الفيلم ان اتقالت من 3 سنين. فعايزك بقى تحط لايك للفيديو عشان الحقيقة تقدر توصل لكل الناس، ويلا بينا. لما تلاقي ان المملكة العربية السعودية بتتعرض لحملة شرسة وممنهجة في نفس الوقت، اعرف ان في امر ان المملكة العربية السعودية مش موافقة عليه ومعترض عليه. عشان كده تبدأ ان بي بي سي تبدأ ان هي تطلع وتعرض تقرير سيء جدا عن الامير محمد. لازم تعرف ان في الامر حاجة مريبة جدا وحاملة ممنهجة ضد السعودية، عشان في الوقت نفسه تطلع شبكة نتفليكس تبدأ ان هي تعرض لك فيلم حياة الماعز، وان الفيلم ده موجه سياسيا من الدرجة الاولى، وفي نفس الوقت بيعرض مشكلة انسانية وبيناقش مشكلة الكفيل ومدى اضطهاده وظلمه وقهره للإنسان. ده كده اللي بيبينه الفيلم، وإن على مدار 2.5 ساعة الفيلم ده بيحكي قصة بؤس وشقاء، وبيدخلك في حالة نفسية صعبة جدا، وإن الفيلم زي ما بيقولوا أصحابه اللي كتب على مدار 16 سنة وتصور في 5 سنين، لازم تعرف ان في حاجة مش مظبوطة، وان القصة اتحرفت زي ما حرفوا حاجات كتير جدا وغيروا الحقائق، ولكن في نفس الوقت ان القصة حقيقية، ولكن سياق الدراما مختلف تماما عن القصة اللي احنا هنعرضها لكم بالمصادر الموثوق منها اللي اتقالت من 3 سنين على احدى القنوات السعودية. وان الفيلم اللي اتعرض على شبكة نتفليكس فيه شيء من اللاعقلانية تماما، يعني شيء كده انت لو قاعد مدي مساحة لتفكيرك ان انت هتلاقي شيء مش عقلاني. فتعالوا بينا مع بعض كده نشوف الصورة الحقيقية او الشخصية الحقيقية اللي هي صاحبة القصة دي. الصور اللي انتوا شايفينها ده الشخص الحقيقي اهو، وجنبه بالظبط الممثل اللي قام بتمثيل الفيلم. ولكن خلينا بس كده نتكلم حاجة بسيطة كده عن الفيلم، وهقول لك ليه الفيلم ده موجه سياسيا. لان الفيلم هنا ابتدى في البداية، في بداية الفيلم كده اداك 5 ثواني بس، بص بمعنى الكلمة كده، اداك 5 ثواني بس ان الشخص ده عايز يسافر، وان عايز يبقى زي اخوات مراته اللي سافروا الخليج ويرجعوا اغنياء، فعايز يبدأ ان هو يغير من حياته، فبالتالي رهن البيت عشان خاطر يبدأ يسافر السعودية. هنا عرض لك ايه؟ عرض لك ان في حاجة كويسة، ان اللي بيسافر خليج بيبقى معاه فلوس، ولكن جابها لك في 5 ثواني بس، ومعنى كده ان هنا مركزش على الخير والشر، ولكن هو هيبدأ بعد كده ينقلك لايه؟ لمرحلة الشر الكامل على مدار 2.5 ساعة. بقى ان الشخص ده نزل هو وصديقه من المطار، فما لقاش الشركة اللي هي تستقبله، فقابله كفيل سرقه بمعنى اصح كده، وخدوا ورماه في الصحراء، وقعد يعذبه ويعمل فيه كل الاضطهاد اللي تتخيله او لا ما تتخيلوش. هعرض لك رابط الفيلم في الاول تعليق تحت، ممكن تروح تتفرج عليه. ولكن نصيحة اخوية، اسمع الحلقة دي وروح اتفرج عليه، هيتغير فكرك تماما. بعد كده الراجل ده حب يهرب، وهنا بقى اللاعقلانية في الموضوع، ان الراجل ده كان بيربي جمال، وكان بيربي غنم، وكان 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 وكان، وعاش
اربع سنين او خمس سنين في بؤس مع الكفيل بتاعه من ضرب واهانه، وان هو ما بيدوش فلوس، وانه طول الفيلم بيقول له انا عايز اسافر، انا عايز اسافر، رجعني انا عايز اسافر، ولكن كان بيلاقي اهانات. ولكن ده مش قصتنا او ده مش موضوعنا، لان الفيلم كله ركز على النقطه دي بالظبط. ولكن الفيلم تجاهل عقلية المشاهد. تعال شوف اللاعقلانية في الموضوع، وزي ما قلت لك انا هقول لك القصة الحقيقية وهعرض لك المصدر بتاع القصة الحقيقية اللي اتقالت من 3 سنين. ممكن تكون سرقة افكار، ولكن ده برضو مش موضوعنا. هحط لك الرابط او المصدر في اول تعليق مثبت تحت. اللاعقلانية هنا بقى في الموضوع ان الراجل قاعد يخطط. طب الراجل ده على مدار 4 سنين من الاهانات، وعلى مدار 2.5 ساعة من الاهانات والاضطهاد عايز يهرب، فخطط ان هو يهرب. وان الراجل ده بيربي جمال وبيربي خفان وبيربي معيز بيربي غنم، وان هو عايز يهرب، فهل من المنطقي ان هو ياخد بعضه ويمشي في الصحراء، ولا قدامه الجمل وقدامه الاكل وقدامه الميه ممكن ياخد له جمل ويهرب بيه؟ هنا اللاعقلانيه في الموضوع، وعشان كده بقول لك ان الفيلم اتحرف تماما، ولكن القصه الحقيقيه هنعرضها لحضراتكم. ويجي بعد كده يسلط لك في 5 ثواني لما هو هرب واللي معاه ماتوا، ابتدى يقابله واحد سعودي ويدخله العربيه ويبدا يديله اكل ويديله ميه، وبعد كده يسلمه للشرطه. فهل ال5 ثواني دول غيروا الفكره؟ يعني هنا خير واللي هو كان بيشوفه شر. فهل ال5 ثواني دول كفيلة ان هي تغير عقلية المشاهد ان في خير وفي شر؟ ولكن هو سلط الضوء على الجانب السيء تماما. تعالوا بقى نشوف القصة الحقيقية للفيلم اللي اتقالت من 3 سنين بالظبط على احدى القنوات السعودية. وهنا الامر فيه لبس بقى. تعالى بقى نشوف ايه اللبس. هو ليه الناس دي اعلنت ان الفيلم ده اتصور في 5 سنين، وانه اتكتبت القصة بتاعته على مدار 16 سنة؟ هل لان الفيلم ده ابتدى ان هو يتسرق من احدى القنوات السعودية اللي قالته وحكته من 3 سنين؟ برضو الله أعلم. أنا هنا مش متحيز لحد، ولكن أنا هنا بعرض لك الأمرين وبعرض لك حاجات أنت ممكن تستشفها. ولكن لأن هدف السينما أو صناعة السينما هي هدفها اقتصادي، مش معقول واحد يكتب فيلم على مدار 16 سنة وإن الفيلم يتصور في 5 سنين. وبعدين حتى لو انت حصل كده انت تعلن ده الا اذا في شيء غلط في الموضوع، لاما تكون القصة مش حقيقية او انت سارقها من حد وابتديت اللي انت تلعب فيها وتغير فيها وتبدأ ان انت توجهها لغرض معين. القصة الحقيقية اللي اتقالت على احدى قنوات، فايه هي بقى القصة الحقيقية للفيلم اللي اتقالت من 3 سنين؟ وركز معايا، اتقالت من 3 سنين على احدى القنوات السعودية، وان الناس الهنود دول اللي كتبوا الفيلم واخرجوا الفيلم قالوا لك كده احنا كتبناه في 16 سنة وصور. لان اول مفاجأة ليك ان الشخص الهندي ده مش مسلم، دي كده اول حاجة انت هتصدمك في الحقيقة. تاني حاجة ان فعلا الراجل ده جه السعودية، وبعد ما جه السعودية الراجل ده سرقه، وبعد ما سرقه ابتدى ان هو يدخله في الصحراء عشان يرعى الاغنام بتاعته، وكان بيضطهده وكان بيضربه وما كانش بيديله فلوس. وعلى مدار ال4 سنين الراجل الهندي ده كان بيقول له انا عايز اسافر، مشيني انا عايز اسافر، وكان بيلقى تعذيب فعلا من الراجل السعودي. ولكن القصة اتحرفت تماما عن اللي موجود في الفيلم، لان الشخص الهندي ده اللي هو مش مسلم، ركز معايا، لان هو مش هيجيلك يقولك مسلم، لان الراجل الهندي ده اللي مش مسلم قتل الكفيل بتاعه.
وان الموضوع راح للقضاء، وان خلاص طبعا عيال الراجل او اولاد الراجل الكفيل ده طلبوا بالقصاص، وان خلاص ان الراجل ده هيبدا ان هم يقتصوا فيه ويبداوا ان هم يعدموه. ولكن الامر اختلف تماما لما ابتدوا ان هم يستدعوا السفير، عشان طبعا مفيش لغه تواصل، وبداوا ان هم يفهموا قصه الراجل ده، وان الراجل ده اتظلم، وان الراجل ده عاش 4 سنين مستعبد، وطبعا الدين بتاعنا حرم الاستعباد وحرم الاضطهاد بالشكل ده، وان الراجل ده كان موجود في يعني مرحله عبوديه كامله. فلقى ان القاضي ان هو هيحكم على واحد مظلوم، فكان ان الامر ان القاضي يبدا ان هو يستشير الناس او يشوف اهل الخير عشان يجمعوا له الديه. وفعلا ان هم ابتدوا يجمعوا ديه مقدارها 170 الف ريال في الوقت ده، احنا بنتكلم في التسعينات او اوائل التسعينات. ابتدى ان هو ياخد وخد معاه مشايخ، وابتدى ان هو القاضي بنفسه مع المشايخ يروح لاولاد الكفيل اللي الهندي قتله. وبعد كده ابتدى ان هم يتكلموا مع الناس. في البدايه طبعا الاولاد الراجل ده ما كانش راضيين، ولكن هنا اتدخلت المشايخ او الشيوخ وقالوا لهم ان ابوكوا قاسم، لهم ان ابوكوا قاسم وان الراجل ده اتظلم، فلازم انك انتوا تقبلوا الدية لان الراجل ده اتظلم، عشان كمان تكفروا عن ذنب ابوكوا اللي دلوقتي بيتحاسب، وان ابوكوا ما كانش بيديله فلوس، فعشان كده لازم اللي انتوا تبدأوا اللي انتوا توافقوا على الدية وتعتقوا رقبة الراجل الهندي ده اللي ملهوش ذنب في اي حاجة، وانه هو قتله قهرا وظلما. فابتدى ان العيال ان المشايخ فابتدى ان المشايخ تأثر عليهم بالكلام، وان طبعا الاولاد الكفيل ده اقتنعوا بكلام المشايخ فاعتقوه لوجه الله، وقالوا احنا كمان مش عايزين الفلوس دي، وان الفلوس دي ياخدها عوضا عن ال4 سنين اللي شافوا. لما ابتدى فلما الشخص ده ابتدى الشيوخ وان القاضي يبدا يقول له خلاص احنا هنفرج عنك، وانك انت هتاخد فلوسك، وانك انت هنرجعك بلدك، وانك انت مش هنتخذ فيك اجراء قانوني او حتى نقتلك، لا انت الناس دي هتعتقك لوجه الله. فكان ان الهندي ابتدى يسال سؤال، ومن هنا كانت المفاجاه ليك ايها المستمع الكريم، ان الهندي ده ابتدى قال لهم سؤال، هل الراجل ده مش مسلم زيكم؟ قالوا له اه مسلم زينا، ولكن هو عمل غلط وهيتحاسب عليه. فابتدى يفهموه من الناحية الدينية ان هو عمله غلط، ولكن الناس دي اعتقوه لوجه الله، وان الناس دي ان هم اولاده اعتقوه لوجه الله وبيدوله فلوس عوضا عن القهر اللي شافه. ولكن المفاجأة ليك ايها المستمع الكريم ان الهندي ده اسلم، ده على حسب الرواية اللي اتذكرت من احدى القنوات السعودية من 3 سنين قبل طلوع الفيلم اصلا. فكده انت عندك الروايتين، لك ان تصدق هذه الرواية صدقها، لك ان تصدق ما جاء في الفيلم صدقه، ولكن هو الفيلم اتعرض وان القضية اتصارت، ولكن انا هنا جايب لك اللي اتقال هنا واللي اتقال هنا، ولك حرية التصديق وحرية الاختيار، ولازم تعرف. وعشان كده احنا في البداية قلنا ان الفيلم لا عقلاني، وعشان كده احنا قلنا في البداية ان الناس دي كتبوا الفيلم على مدار 16 سنة وصوروه في 5 سنين، وان الفيلم فيه اجزاء منه لا عقلانية وما تخشش العقل ابدا. فيا عزيزي المشاهد، لو انت مكان هذا الهندي وقدامك جمال وقدامك مية وقدامك اكل، هل هتمشي في الصحراء وترمي نفسك الى التهلكة، ولا تاخد جمل وتطلع بيه الى اقرب برية وحضرتك ترمي الجمل وتسيبه ينطلق وهو عارف مكانه هيرجع تاني؟ فلك ان تصدق الروايتين، وشكرا ليك وتحياتي للجميع.